أحالت محكمة مستأنف الإسماعيلية الأوراق إلى النيابة العامة، ومن ضمن ما قاله قاضي مستأنف الإسماعيلية بأنه تم اقتحام سجن وادي النطرون لتهريب بعض المعتقلين من بينهم مرسي محمد العياط وأيضا سعد الكتتني. قال أيضا أن مخطط شاركت فيه حماس وحزب الله وبدو سيناء لتهريب قيادات إخوانية. وخاطبت محكمة مستأنف الإسماعيلية الإنتربول القبض على متهمين تابعين لحماس كانوا قد هربوا من السجن. كانت هذه الأحكام. ومعنا من أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية من داخل المقر في الحقيقة الزميل مجاهد شرارة. مجاهد إليك. نعم، منذ صباح كانت هناك تجديدات أمنية قامت بها مديرية الأمن الإسماعيلية، وصرح بها مدير الأمن في الإسماعيلية محمد عيش أن هناك تجديدات أمنية حتى لا يحدث ما حدث بالأمس من اشتباكات لا تقصد وأعتقد الإخوان المسلمين. هذه التجديدات الأمنية ظهرت من خلال رقبة المركز والمتابعات التي أحاطت محكمة مستأنف الإسماعيلية، وتم وضع دوابع إلكترونية عند دخول المحكمة لتأكد من عدم حضور أي مستمرات أو ما شابه ذلك، وتم فقط الإعلاميين والصحفيين بالدخول إلى قاعة المحكمة. ورغم ذلك تواجد عدد من الصحفيين الذين رفعوا مشروعات تطالب بالتمرد والدعوة إلى الاعتقال يوم 30 من يونيو المقبل. وفوق دخول رئيس المحكمة المستشار خالد محبوب إلى قاعة المحكمة بدأ الحديث وبدأ يتلو البيان الذي تلاه، ولكن تقريبا بين السبيتين النقطة الأولى أن تم وجود الائتلاف السيد عطية السيد محمد الذي كان قد حكم عليه في 3 أشهر لهروبه من سجن وادي النطرون، تم وجود الائتلاف وإلغاء هذا الحبس. والنقطة الثانية تحويل كل الأوراق التي تم التوصل لها من خلال المحكمة التي تتشابه مع ما قالته التقارير الأمنية بأن هناك عدد من حركة حماس وحزب الله دخلوا إلى البلاد بمحاولة الفتح أو محاولة مع تسريبا لتهريب السجناء من وادي النطرون ومن المعبر ومن سجن المرج. كذلك ايضا طالبوا النيابه العامه بالتحقيق في هذه المعلومات، وطالبوا الانتربول بالقبض على سامي الشهير وايمن نوفل، ايمن نوفل من حركه حماس وسامي شهاب زعيم خليه حزب الله في مصر. هذا هو ملخص الاحداث داخل قاعه المحكمه. فور النطق بالحكم خرج رئيس المحكمه المستشار خالد محبوب، وبدات قوات الامن في الاستعداد لخروج الناس الى الخارج حتى لا يحدث اشتباكات من بين اي اطراف ربما سيثير كلام المستشار خالد محبوب الجدل واسعا في ظل الايام القليله المقبله قبل 30 من يونيو عن شرعيه الدكتور محمد الجاموسي، بالاخص بعد ذكر اسمه ضمن المعتقلين داخل سجن وادي النطرون رغم عدم تقديم اي اوراق رسميه من قبل وزاره الداخليه تتيح او تفتح او تسدي الاستفسار حول وجود الدكتور محمد مرسي داخل المعتقل ام لا، لكن المحكمه قالت انه كان ضمن المعتقلين. وكذلك ايضا وقعوا اتهام لاثنين من قيادات الجهاد الاخوان في منطقه السادات مدينة السادات، والذين قالوا أنهم ساعدوهم على الهرب من سجن وادي النطرون. ربما مسار هذه القضية أخذ منحى آخر بعد مطالبة المستشار خالد محبوب النيابة العامة بالتحقيق فيما توصلت إليه من معلومات كشفتها قيادات أمنية سواء في أمن الدولة المحل أو قيادات مأمور سجن وادي النطرون أو وزير الداخلية الأسبق محمود وردي، وانتهت هذه الجلسة بهذا الأمر. نعم جاهد، ولكن بعد صدور هذه القرارات يعني رد فعل المتواجدون سواء داخل القاعة أو خارج القاعة حتى الآن هو رد فعل هادئ؟
رد الفعل كان هادئا، وكما قلت انا هناك مجموعه من الناشطين كانوا داخل القاعه يحملون لافتات فتره التمرد، والان اسمع هتافات خارج القاعه، هتافات مطالب بإسقاط الروسي والطالب بإسقاط جماعه الاخوان المسلمين والدعوه الى التمرد. هذه هي الصوره، في الخارج سنقلها لكم حاليا. هذه الصوره لمجموعه الهتافات كما تسمعين الان من الهاتف الضحى، بعض الهتافات التي يقوم بها المشاهدين امام قاعده خارج القاعه، ولافتات مرفوعه بارحاله هو ومحمد بديع ومحمد مرسي وعلى مزيك ومصاحة بإسقاط أخوان وإرحل. هذه هي الاحتفال سأقلها لكم حالا، ستشاركونها حالا على الشاشة لهذه التي تعبر عن خارج قاعدة أشكرك شكرا جزيلا الزميل مجاهد شرارة، كنت معنا من داخل المحكمة. الآن معي المستشار كمال الإسلامبولي رئيس محكمة الاستئناف سابقا. سيادة المستشار أهلا بك معنا. أهلا بك، أهلا وسهلا زي حضرتك. الحمد لله. رأيك في قرارات المحكمة؟ بالنسبة لحكم المحكمة الصادر منذ قليل، هو طبعا صادر بمناسبة إن كان صدر حكم في قضية هروب أحد اتهم فيها أحد الأشخاص اللي هو عطية، وصدر بحقه حكم بالحبس 3 أشهر، أقام استئنافا عليه. نظر هذا الاستئناف أمام محكمة جناح مستأنف بمناسبة نظر القضية، ارتأت المحكمة أنه لا تستطيع أن تحكم فيها على حالتها، وأن الأمر يحتاج إلى تحقيق منها. أجرت هذا التحقيق، استمعت إلى كل من رأت الاستماع إليه وإلى كل من تقدم إليها بالشهادة، ومن كافة الجهات الرسمية ذات الصلة بالموضوع، فتبين لها أن هناك مجموعة من الأشخاص سواء التابعين لحماس أو حزب الله أو القسام أو التنظيم السلفي والإخواني باقتحام السجون لإخلاء سبيل المعتقلين الذين أورد أسمائهم وتلا أسمائهم في الحكم. وبالتالي فإن هذا الحكم أو عرج الحكم إلى أن محكمة الجناح ليس لها حق التصدي، الحق المملوك لمحكمة الجنايات، ده من ناحية. من ناحية تانية أن جرائم القتل التي تمت تمثل جنايات أثناء الاقتحام، وبالتالي هذه الجنايات تخرج عن اختصاص محكمة فمحكمة الجناح، فمش هيعمل قاعدة الارتباط لأنها تجاوز محكمة الجناح إلى محكمة الجنايات، ومن ثم الذي تملكه المحكمة أن تبلغ النيابة العامة بما توافر لديها وتحقق من وقائع أثناء المحاكمة لواقعة تختص بها المحكمة ابتداء. ومن هنا فإن هذا الحكم يمثل توثيقا تاريخيا لحقبة زمنية وأحداث دامية كانت جزء في ثورة 25 يناير، جزء من أحداث ثورة 25 يناير استغلت فيه أحداث الثورة لإحداث نوع من الفوضى ونوع من إخلاء أو اقتحام مؤسسات الدولة والسجون ليتسنى للمقتحمين أن يخلوا سبيل أو يهربوا نعم ذويهم نعم أو التابعين لهم أو نعم أعضائهم
في هذه السجون. سيادة المستشار ابقى معنا إذا سمحت. معي الآن الأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط. أستاذ عصام أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا. رأيك في أحكام المحكمة اليوم؟ والله طبعا أنا ما اطلعتش على الحيثيات، إنما أنا كنت متابع نشاط المحكمة والإجراءات التي اتخذت بشأن هذه القضية بتفاصيلها. واللي أنا فاهمه أن أصل القضية أنها متعلقة بأحد الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالسياسة ولا ينتمون لأي فصيل سياسي ولا حاجة خالص، وإنما كان هرب من السجن وصدر عليه الحكم في أول درجة يمكن ثلاث شهور أو حاجة زي كده. ثم استأنف أمام محكمة جنح، استأنف بعد أن قضى مدة العقوبة. وكانت محكمة الاستئناف تنظر طعن هذا الشخص. فكان لها نشاط طويل عبر عام في بحث نقاط أخرى وقضايا أخرى وشهود وسماع تفاصيل أخرى لا علاقة لها بأصل القضية. التفاصيل دي كلها طبعا الواحد يقول عليها يعني يقراها بعد ما يقراها يعني الحيثيات يقدر يقول رأي أكمل، ولكن أنا هتكلم على جزئية مهمة جدا جدا ربما تغيب عن يعني أذهان ناس كتير قوي. إن إحنا هو ده اللي كنا بنطالب بيه في تحقيق قضايا. اولا قبل ما اقول النقطه دي عايز اقول نقطه ثانيه، ان انا مش عايز الثوره المصريه تتقدم بحيث ان هي يبقى اللي قام بيها فصيل. لا، اللي قام بالثوره المصريه المصريين في 20 مليون مواطن مصري نزل في الشارع. ما كانتش الثوره المصريه معموله عشان فلان يدخل السجن او فلان يخرج من السجن، كانت معموله علشان اسقاط نظام سياسي فاشل وفاسد ومستبد وقاتل وانتاج نظام بإرادة المصريين. وبالتالي فكرة إن يبقى في مقالة أو مؤتمر أو حكم قضائي أو رأي سياسي يعني يطلق ويحجم الثورة المصرية في إن هي قامت من أجل مصلحة فصيل سياسي معين، دي فكرة بتصب في مصلحة الفلول ومحاولة عودتهم مرة أخرى عشان يبقى المعركة كانت بينهم وبين جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب، وهم أن الحزب والأحزاب ده المحاكم قالت عليه أو الأحكام قالت عليه ده كان شرير، فيبقى احنا رجعنا تاني للزراف اللي كنا نملا الارض حقا وعدلا. دي نقطه اساسيه. النقطه هي بقى الاهم بقى صحيح مجهود ونشاط المحكمه المشكور ده، هو ان هي جابت الدنيا كلها وسمعتهم واستدعت المسؤولين، المسؤول عن السجن والمسؤول عن الداخليه والمسؤول عن امن الدوله والمسؤول عن كذا و و و و هو ده اللي كنا بنطالب بيه، ان تقوم به محاكم الجنايات التي برأت جميع المتهمين في قتل الثوار. احنا عندنا حقائق ناصعه ان هناك على الاقل 830 شهيد موجود قتلى، يعني على الاقل المحكمه النهارده بتتكلم على امور محتمله. ليه؟ لانها ادت الاوراق للنيابه العامه، سلفت النيابه العامه باتخاذ شؤونها التحقيق. اذا نحن لسه ما زلنا بصدد وقائع محتمله قد تثبت وقد لا تثبت، انما الوقائع التي كانت محققه ومؤكده أن هناك 830 شهيد قتلوا. حتى الآن جميع محاكم الجنايات التي نظرت القضايا من أول محكمة حسني مبارك لغاية موقعة الجمل لغاية خالد سعيد لغاية السيد بلال لغاية يعني حتى اللي قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة لم نجد قاتلا واحدا تم التحقيق معه وممارسة هذا النشاط بهذه الجدية التي اذهلت العالم كله، اذهلت كل المشتغلين بالقانون، انك تسيب اصل القضيه وتروح تتجه الى تفاصيل اخرى، دي حاجه هائله جدا، كنا نتمنى ان تطبق في باقي القضايا عشان نعرف مين اللي قتلوا ولادنا ال 830، احنا النهارده في 830 قتيل ما نعرفش مين اللي قتلهم وما نعرفش حصل فين مين. ولما كنا بنتكلم يقول لك لا اصل المحكمه الادله قدامها ضعيفه لان الجهات اللي كان المفروض تجيب لها الادله ما جابت لها. طب ما المحكمه كانت تقوم بهذا النشاط العظيم زي المحكمه بتاعت النهارده اللي اصدرت هذا الحكم. نعم. تبعت تجيب الناس وتسالهم والفيديوهات كانت قدامها والداخليه موجوده قدامها. محمود وجدي لم يستدعى في اي قضيه قتل متظاهرين، وانما استدعي في القضيه بتاعت النهارده. وزراء الداخليه ما استدعش، انما استدعوا هنا. رئيس الجمهوريه وانما استدعى. الكل استدعي في قضيه النهارده. الله، طب ما انتوا بتعرفوا تستدعوا الناس اهو وبتستدعوا المسؤولين اهو. تستدعوا رؤساء المباحث زي مامور السجن، تستدعي طب كنت تستدعي المسؤول عن ميدان التحرير، فين الكاميرات اللي كانت موجوده في ميدان التحرير؟ ما اتفرجتش ليه؟ فين الامن؟ فين الجيش اللي كان موجود؟ فين قائد الميدان اللي كان موجود؟ فين الناس اللي شافت؟ فين شهاده الشهود؟ قضيه موقف الجمل براءه 25 متهم براء جمله واحده، في فيديوهات وفي شهاده شهود وفي كاميرات وفي تحقيقات
في كل حاجه. صحيح، ولكن ايضا من فتح السجون ده سؤال بيدور في اذهان الكثيرين منذ الثوره. كلنا مع بعض من فتح السجون. ما هي دي نقطه احنا خلاص انتهينا منها. النهارده المحكمه ريحتنا خالص وقالت انا قمت بمجهود وعلى النيابه التخشي، وبالتالي اصبحنا بصدد قضيه جديده تروح للنيابه العامه، النيابه العامه تحقق وتطلع لنا بنتيجه. خلاص دي قضيه اتحسبت. اتمنى ان الناس اللي ماتت دي نعرف مين اللي قتلهم، وعلى المحاكم انها تحقق. احنا كل اللي احنا شايفينه انه قتلت خالد سعيد خرجوا دلوقتي، وقتلت سيد بلال خرجوا دلوقتي، وقتلت موقعه الجمل خدوا براءه خلاص انتهت حتى النقض. واللي عمله حسني مبارك ما احناش عارفينها، خد اخلاء سبيل في كل اللي عمله. واللي عمله حبيبي العدلي ده نفس الحد. طب هو مين قتل مين؟ ومين عمل ايه؟ ومتى يكون نشاط المحكمه نشاطا من اجل الوصول الى الحقيقه؟ ومتى يكون نشاط المحكمه نشاطا من اجل خدمه راي سياسي معين؟ الحقيقه مزيد من هذا لم يعد يحتمله الشعب. النهارده نرجع تاني بقى لاصل القضيه، اصل القضيه ان واحد خرج من السجن شخص لا علاقه له بالسياسه ولا بالاحزاب ولا بالاراء ولا بالافكار، ملوش علاقه خالص يعني. وقضى العقوبه بصعب. وتركت المحكمه اصل الدعوه وذهبت لتبحث في امور وتفاصيل اخرى بعيده تماما. بحييها بصراحه المحكمه على هذا المجهود العظيم. وبطلب من المحاكم الاخرى اللي قدامها بقيه من قضايا قتل الثوار انها تعمل زي ما عملته المحكمه العظيمه. أتمنى هذا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إليك سيادة المستشار كمال الإسلامبولي إذا كنت معنا. مع حضرتك. طيب سيادة المستشار، هي الناس دلوقتي عايزة تعرف اللي تم تهريبهم يعني موقفهم إيه في القضية دلوقتي؟ هو النيابة العامة هتجري تحقيق، يعني هيبقى الأسباب التي قالت بها المحكمة الآن هي قاعدة تبدأ من النيابة العامة لتمحيصها وتحقيقها وتدقيقها، ثم الانطلاق منها إلى ما يبنى عليه من تحقيقات أخرى. على ضوء هذه التحقيقات هتبدي رأيها القانوني النيابة العامة في ما يثبت لها من أدلة تضاف إلى الأدلة اللي توصلت إليها المحكمة. يعني ممكن ناس من اللي تم تهريبهم يرجعوا في السجن؟ إن ثبت ما قالته، إن ثبت ما لدى النيابة، ما ثبت لدى المحكمة، هيبقى الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم قتل اللي هم منتمين إلى جهات اللي عددتها المحكمة في أثناء عملية الاقتحام هيبقوا محل اتهام بالقتل. الأشخاص اللي ثبت إن هم كانوا مودعين في هذه السجون وهربوا على اثر الاقتحام هيبقوا مرتكبي لجرائم هروب. ان لم يثبت هتدي امر بألا وجه لاقامه الدعوه قبل هؤلاء. حسب ما تراءى لسه المحكمه، النيابه مش هتاخد ما توصلت اليه المحكمه انه من المسلمات، وانما هتعيد التحقيق فيها من اول وجديد. ولكن يبقى ان هذا بلاغ مدعم بادله، أدلة مستقاة من خلال تحقيق قضائي تم أثناء قضية. النقطة الثانية اللي عايز أتطرق إليها أن هذا الحكم لم يقلص الثورة المصرية في أنها في فصيل معين. الثورة المصرية فجرها الشباب المصري، التحم بها الشعب المصري، ده جزء منها كل الذين نزلوا الميادين مطالبين بأهداف الثورة المعروفة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. استغلت أحداث الثورة في، يعني الجزء بتاع الحكم هو خاص بأن أثناء الثورة استغلت أحداث إلى مناحي أخرى، واستغلال الأحداث لا يعني بأي حال من الأحوال أن الذي قام بالثورة فصيل آخر. لا. ما هي أحداث الثورة في بلطجية استغلوها في نهب المحلات، وفي بلطجية استغلوها في قطع الطرق وسلب الناس أموالهم وسياراتهم. ما أقدرش أقول إن كانت دي الثورة، وإنما أقول استغلال لأحداث الثورة في القيام بأعمال أخرى بخلاف الثورة. فمع الفرق في التشبيه يعني بين الأمرين، أنا بس لا. يعني بتكلم في التشبيه من خلال استغلال الأحداث. يعني هناك أحداث تكون لأغراض سامية جدا فيستغلها البعض الآخر إلى أغراض أخرى تحقق له مصالح أخرى.
ده اللي أنا بس حبيت أوضحه في هذا المقال. أشكرك شكرا جزيلا المستشار كمال إسلامبولي رئيس محكمة الاستئناف سابقا. كانت هذه مشاهدينا متابعة لأحكام محكمة جناح مستأنف الإسماعيلية في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء الثورة.